ثانية دقيقة لا مش هاك الصورة. وهاي احنا رب العالم كيف نشكر خير اليوم جايناكم بفيديو جديد تحدي جديد اللي هو تحدي الأكلات الغريبة. هالمرة جيناكم بهذا التحدي وهذا التحدي يكون أول مرة عملناه على القناة. رحنا عم على القناة وهالمرة راح يكون تحدي غريب راح يكون فيه أكلات بهذا الصندوق فيه أكلات من جميع أنحاء العالم أكلات غريبة فكتير متحمسين لنعمل هذا التحدي معكم. هلا رح تحكي لكم خلود مفاجأة لكم حضر لكم اياها. هذا الشيء كثير عم نطلب منه واللي هو انه نفتح يوناو. هلا نفتح صار عنا يوناو. هلا نحن صار عنا يوناو ورح نفتح كمان بس بهاليومين ورح نسوي كمان تحديات وكثير رح ننبسط مع بعض ورابط صفحتنا تحت بالصندوق الوصف. يلا روحوا مشان نعمل معكم احلى تحديات وهيك ونفتح معكم جيستات كثير رح ننبسط بالبث المباشر. هلا رح اخبركم عن شركة امريكية واسم الشركة واللي هو ايسكوباي هو هلا رح طلع لكم على الشاشة. وطبعا رح اخبركم عن شو هي الشركة. هي الشركة شركة شحن توصل بضائع للبلاد اللي انتو عارفين فيها. يعني كيف اذا انتو اشتريت اغراض من محل في امريكا وهذا المحل ما كان بيوصل للبلد اللي انتو عايشين فيها ممكن تتواصل مع هي الشركة. بس اشلو بهي الشركة طبعا الشركة رح تكون كتير سريعة وكمان راح الاسعار كتير كتير منيحة. فانت رح تتواصلوا مع هي الشركة وراح كثير بحكي كثير فانت رح تتواصلوا مع هي الشركة ورح تسجلوا فيها. بس تسجلوا رح تعطيكم الشركة عنوان وهذا العنوان تعطوه للمحل اللي اشتريته منه الاغراض. فالمحل صاحب المحل بيعطي العنوان للشركة بيعطي الاغراض اللي وصلتوها للشركة على نفس العنوان اللي اعطيتوه اياه. وهي الشركة بتوصل لكم لجميع انحاء العالم للبلد اللي انتم مقيمين فيها طبعا لاي بلد انتم مقيمين فيها. فنحن كثير كثير انبسطنا بهي الشركة لانه عن جد انه شيء حلو اذا حبيتوا تشتروا من اي محل بامريكا وما في انه ما في حدا يوصل لكم هدول الاغراض فينهم هي الشركة توصل لكم الاغراض. اي حدا بده الشركة هي تحت صندوق الوصف رابطة تحت صندوق الوصف مشان اذا بكم شكرا خليك ساكت شكلك كحلة ما عملتها المهم اي حدا بده انه يتواصل مع هي الشركة وسجل فيها هي تحت صندوق الوصف طلع قدامكم على الشاشة. وهلا خلينا بس التحدي اللي متحمسين له طبعا حل الاكل اكثر شيء متحمسين. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر لايك وزر سبسكرايب وهلا خلينا نبلش بالفيديو. قبل ما نفتح الصندوق بدي اقول لكم انه هذا الصندوق وصلنا على البيت اشتريناه من موقع على الانترنت واللي هو الموقع اسمه مانش باك. طبعا رابط هالموقع رح يكون تحت بصندوق الوصف اللي حابب يشتري هيك اكلات غريبة. وهلا خلينا نفتحها ونشوف شو وصلنا من الاكلات الغريبة. بعد ما بين شي طبعا او شي لقيتها كرت كتبينا رسالة تشكر لا عمزة هون مكتوب اسم الموقع وهيك انه في ورقة. وهلا واخيرا وصلنا الاكلات طبعا ما نعرف اذا طيبة ولا لا فخلينا هلا نجربها معكم ونشوف. في هاي في هون بطيخ مدري شو اوكي وهون كأنه ما بعرف شو هذا كأنه شاي اخضر ما بعرف اوكي وهون ما بعرف شو كمان محطوط جوا طبعا هون مش شيء وهون كمان ما بعرف شو افتح هاي علم من بريطانيا افتح كل قطعه وصلتنا من بلد مثلا هاي بريطانيا وهي ما بعرف شو هاي اوكي وهون محطوط اوكي ما بعرف جوزو فوز وهون محطوط شوكيوس شو هاي مبينة والصين وحيات الله مبينة والصين اه والله هي نعرفها لأنه ما نسأل مكتوب أصلا بالصين هاي أكثر من نعرفها هي محتوى هولندا هاي الوحيدة اللي بنعرفها لأنه هاي من هولندا مبينة وهون محطوطة شي مثل شطة مطوي ما بعرف اه ملبس هون وهون والأخيرة واللي هي نفس شو كانت اسمها يا ربي المهم يعني هاي. وطبعا هدول هن الاكلات اللي وصلونا طبعا عن جد احنا ما بنعرف ولا طعمه اي وحده منهم لان كل وحده عفكره من بلد الا هاي لانه هاي يعني بنعرف عنها منها بهولندا. هلا خلينا نجربها معكم ورح نعطيكم رقمهم من 1 لـ10 رح نشوف يعني طيبين ولا لا. اول شيء حابه اقعد اجرب هاي ما بعرف شو في بس اوكي ها شيبس شم ريحته قولي ريحته كثير طيبه جميل انا ريحته مثل البطاطا والله افكر بطاطا عن جد بطاطا يلا سأقول 1 2 3 لا اوكي 1 2 3
فكرة طعمته كتير طيبة. جد واو كتير طيبة. فكرة طعمته تشبه طعمة الجبنة. اندومي اندومي وطعمة البطاطا. ولي شوط ايه بعد. ايه انت هيك حسي عنها. انا بعطيه 8. بعطيه 9 ونص. الشيء الطيب رح نحطه هون والشيء مو طيب رح نحطه هون مشان ما تضطروا توصلوا منه. طبعا هاي الشيء كاونلاين يعني فينكم انه بتوصلكم هيك دغري على البيت وتوصلون على البرنامج وتوصلكم على البيت. اجا هلا جا صبر. هلا انا حابه هي زينه. انا شكلها غريبه فكره. لا انا هلا بعرف. انا حاسه مثل الفطاير فخلينا نفتح. اوكي اجيهم لحظه اجيهم اياهم بسم الله. هاي هي؟ لك يعني اي لا مش هاك على الصوره. هلا مبين اكثر انه ما بعرف ليش هيك ريحه قمح هيك ايه عن جد في ريحه قمح يلا واحده ثلاثه خفيف خفيف كثير 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 خفيف لا عن جد كثير خفيف بتحس على فكره ما فيها سكر يعني ما انه كثير قليل السكر انا بعطيه 5 او 6 انا بعطي 5 لا 6 بعطي 6 هدول حلويات من كل دوله بعطينا شغله فعم ندوق ونشوف تعال رحنا شي بدنا نعرف اذا اكله طيب ولا لا هاي اكله طيب اوكي خلينا نفتح ما بعرف يلا تعال بالكاميرا كمان شيبس سبحان الله كل شيء بفتحه انا شيبس هل وملح انا كمان هيك شيبس بخلنا هيك ريحته اوكي خليني اشوف طعمته يلا يلا واحد اثنين ثلاثة ما بعرف طيب ومو طيب ما بعرف شو بدي اعطيه بس طيب يعني بنفس الوقت خلص انا راح اعطيه 8 لا مو 8 7 ونص خلص انا بعطيه 5 بصراحه انا 7 ونص هذا شكله كثير كيوت ولانه جاي من الصين كنت حابه اجربه لانه مكتوب عليه افلام الصين ومش كوري وهيك فانا متاكده انه من الصين هيك كمان من الصين اكثر مكتوب كوري شوف الصوره شكله كثير حلو شكله كثير حلو شو لسه كثير صغير شو لسه كثير كيوت واحد اثنين ثلاثة حمونا نستعين حتى خلاص مش عارفة خد واحد نعطيه خلينا انا رح نقي يعني اوكي انا رح نقي هاي مكتوب عليه على فكره يابان لانه من اليابان هاي على فكره شوفوا هون مكتوب يابان يعني انه ياباني شوفوا هون مكتوب بوكس كانه هاي زين لانه في اسمه هلا خلينا يا شوفوا لسه كثير كيوت هيك عاد خلاص ما عندهم يدين بحبوله يا الله ريحته مثل المناكير منكير بطيخ لا انت عم تشم المناكير الك ريحته بطيخ وليك ايه ريحته بطيخ اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة خلينا خلاص ان شاء الله عدل رايحة عم تاكل طعمته كثير طيبة انا بعطي 10 من 10 عن جد كثير طيب على فكره هيك الاحساس بقلب تنكو كثير غريب عن جد هيك شيء طيب كثير انا يعني والله حسيت عن جد حسيت صارت ريحه تمك بطيخ وليك شو طيب اوكي هلا حابه اجرب هذا واللي هو كمان ما بعرف شو لوكيس ارجوك يا مو هذا هو طبعا مبين انه لانه فيه كذا لون فمبين فيه كذا طعمه اخذنا هاي النوع اللي هو بيجي هيك زهري بعدين من هون بيجي ازرق طعمته كثير خفيفة طعمته هيك بتشبع طعمة العلك اللي بيجي هيك حلو كثير طيب عن جد انا بعطيه 10 من 10 انا كمان هلا نحن ايه هاي الكب كيك بيجي كمان نفس هيك هاي
طعم المعفنه هي بيجي هيك نفس ملبس طعم العفنه، بس هون محطوط انه انواع الكب كيك. كثير متحمسه للندوقه. هون في علم امريكا اذا ملاحظين، فهي الحلوه من امريكا اكيد انتم اذا كنتوا بامريكا شايفين. اوه شو هاي شكلها غريب كثير. نحن هاي لان حاطه عين عليها هيك تجي هي لونها بني وفيها ابيض، لانه بينها فيها اثلاث جوات انا طعمها غريب. واحد كل اللي جوز هند لي انا عم تاكل جوز هند اللي عندي كلها بيضة انا بعطيها 0/10. تمام انت محطة يلا مش علي واحد. اوكي لا عن جد بس طعم طعم نجربها بنعرفها هلا سمرح نزحكم طعم طعم. فهلا انا حختار هاي لانه كمان شكلها غريب وحابة اجربها. سو خلينا نفتحها ونشوف هيك انواع بيجيب قلبه. شكلهم كثير حلو على فكره، يعني انه هيك اشكالهم حلوه. افضل كل شيء فيها بنعرفها من على هي الشيء هيك بيجي لنا شيء بدني ما بعرف شو. هي ما بنعرفها خلينا ندوقها. بصراحه منو ما حبيت عن جد. انا لقيتها بصراحه طيبه، يعني انه مش هالطعم الكرهه بس انه مو كمان مو زياده طيبه، فبعطيها 5. انا لقيت هاي بيجي هيك نفس ملبس على بدقه. اوكي خليني هلا افتحه. لازم اسوي 3 2 1 1 2 3. صغيرة على فكرة هاي مثل تقرشة رح تطلع كثير طيبة. ما حش تقرشة. انا بعطيها 10/10. انا لا انه ما بدي هيك. انا عم باكل فيها طعم الدقان، فانا كمان بعطيها هي كثير طيبة يعني عجبتني كثير، فكمان بعطيها 10/10. عليها جرين تي يعني انه شاي اخضر. وهلا خلينا نفتحها معكم يعني هيك حلو. هي من اسبانيا. اسبانيا اوكي. وهي هنا شاي أخضر. أخضر وفيهم 10 من الظروفة فهنا هيك بيجوا بيجوا. كلها من ريحتهم مبين طيب. صحيح بلش سكر فاصولح استنى شوي. انا بعمل سكر الشاي. انا باكل شاي عارفه بلا سكر. بس احكي شو كثير خفيفه كثير كثير يعني يعني الناس طيب. الناس تحكي لكم هي شو بيستعمل. الناس اللي بدها مثلا تعمل ريجيم وبدها مثلا بتحب مع الفطور تشرب شاي، بس بدها شاي خفيف فتشتري هذا الشاي لانه كثير خفيف. واذا ما حاطين معه سكر على فكره جد كثير طيب. انا بعطيه 10 قد الظروف. انا بعطيه 8. وبس هي كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم حبيتوا. اوكي ولا تنسوا كمان رابطنا رابط الصفحه تحت بصندوق الوصف رابط صفحه اليوتيوب مشان تروحوا. وكمان شغلوا زر الاشعارات مشان اذا فتحنا بس مباشر يوصل عندكم اشعار. وكمان لا تنسوا الشركه اللي قلنا لكم عليها والموقع اللي اشترينا منه والاغراض الغريبه. وهلا بنكون خلصنا الفيديو اليوم. ولا تنسوا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وزر الجرس. وهلا الفيديو الجاي بنشوفكم. باي باي.